انا اجمل حاجه شفتها دلوقتي. لا اتغير حبيبي يا ست الريس، وحشني والنبي. وانا طب انا هقول عليك على حاجه ورحمه ابويا، لما جيت يوم المطره شفتك وحياه النبي قلت النهارده انا مش هنام واجي، وان شاء الله تيجي. ربنا فتح لي الباب، ربنا فتح لي الباب، اللهم صل على النبي. انت اجمل حاجه شفتها، الحمد لله رب العالمين يا سياده الرئيس. ايوه ملك ال 20 سنه. اه ايوه يا فندم. بس خدوا العربيه منه. لا حاضر. الله يكرمك يا باشا، الله يكرمك، روح ماشي منك. شكرا لك، يديك الصحه.